كيف ترى استعدادات الهلال ووضع الهلال قبل مباراة صن داونز السبت المقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني احنا لو رجعنا للخلف شوية في وضع الهلال، اعتقد ان مباراة المريخ وفوزه على المريخ يعني اعادت حسابات كبيرة جدا جدا للهلال، اعادت يعني زي ما بقولوا توازن نفسي للهلال بعد ان كان متذيل المجموعة وبعيد عن الفرق في مقدمة المجموعة. انا اعتقد مباراة المريخ يعني ادت مساحة كبيرة للهلال في انه يعيد صياغة وضعه في البطولة، يعيد حتى انا اعتقد شخصيته الافريقية اللي تعودنا عليها من زمان. يعني الهلال عنده شخصية افريقية كبيرة جدا جدا كده. الهلال دخل المنافسة، الهلال دخل في حسابات انه عنده امكانية انه يكون الفريق الثاني. اعتقد صن داونز هو الفريق الوحيد اللي اظهر الشخصية الكاملة واظهر بوضوح، لم يهزم حتى الان، لم يهزم، وهو يعني اعتقد الفريق الوحيد اللي قدم مباريات منطقية تماما ومباريات تثبت انه فريق واقعي وانه الوضع اللي هو فيه وضع حقيقي جدا جدا. انا عايز اقول انه الهلال بعودته في مباراة المريخ يحتاج انه يركز شديد جدا في المباراة الجاية. مباراة صن داونز تفرق كثير جدا جدا لسبب انه فريق صن داونز فريق مهاري على اعلى مستوى، فريق بيلعب من المنتصف للهجوم، كورة رهيبة جدا جدا، كورة فيها مهارات وفنيات عالية جدا جدا، عنده اجنحة واطراف بيتحركوا بطريقة برضو رائعة جدا جدا. اعتقد انه الهلال المفروض شوية يعكس طريقة اللعب وطريقة التشكيلة اللي هو بيلعب بها. المفروض الهلال يكثف كثير جدا جدا في منطقة المناورة في الوسط. أعتقد الهلال يحتاج أنه يعدي مساحات زيادة للمشاركات الهجومية ولصناعة اللعب. تفسير كلامي أنه الهلال كان بيلعب بمحاور يمكن شوية ما قوية في الأداء الدفاعي، ما قوية في البنية، ما في الاحتكاكات. أعتقد لازم المدرب موتا يكثف منطقة محورين الارتكاز، يلعب بمحورين الارتكاز ويكونوا على أعلى مستوى من القوة.